مدينة كل الأعراق، مكة أو بكة أو أم القرى. من فضل مكة فقد عرفت بأكثر من 50 اسما وكنية، كثرة الأسامي والمسمى سامي. وادي غير ذي زرع انبثقت منه ماء زمزم، فغير التاريخ وجغرافية المنطقة. تقع مكة المكرمة في وادي تخوم، وهو أحد أودية جبال السراء، وتحفها الجبال الجرداء من كل مكان. ولمكة المكرمة ثلاث مداخل رئيسية، هي المعلاة وتعرف باسم الحجون، والمسفلة وشبيكة. يرجع بناء مكة المكرمة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. ولتصبح مكة المكرمة بلد البيت العتيق وملتقى الناس أمنا وأمانا وسلاما واطمئنانا، كما أصبحت أيضا مدينة المسلمين المقدسة والقطب الذي تدور حوله مقوماته اللغوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففيها تلتقي الشعوب المسلمة في موسم الحج وغيره من المواسم، ومنها انطلقت رحلات التجارية الشهيرة، رحلة الشتاء والصيف. وكانت مكة أكبر أسواق العرب، ومنها عكاظ ومجنة وذي المجاز. تبلغ المساحة المعمارية في مكة المكرمة 6500 هكتار، وتنقسم إلى قسمين: الحرم المكي والمباني القديمة واللي يغلب عليها الطراز التقليدي، والقسم الثاني العمار الحديثة وهي تكون في أطراف مكة. أبرز معالم المشاعر المقدسة غار حراء والثور وقلعة أجياد وقلعة جبل هندي. سكن مكة قبائل عدة، ومنها قبيلة جرهم، ثم قبيلة خزاعة، ثم قبيلة قريش، ولكن في وقتنا الحاضر سكنها المسلمون من كل أعراق العالم. Yeah.